والخمر والأصدقاء. في هذه الفرصة الثمينة أريد أن ألقي لديكم حول الموضوع دور العلماء في حركة خلاف الاستعمار في الهند. أولا أحمد الله الذي وفقني لهذا، الحمد لله على كل حال. إخوة الإيمان، وطننا الهند نرى الآن قد برأ من البريطانيين قبل السنوات تعد بأصابع الأيادي. هناك قيادات العلماء العظماء المسلمين الذي أثر في حركات خلاف الاستعمار في الهند. وعلينا أن نذكر هذه العلماء الشجاعات، وعلينا أن نذكر هذه العلماء العلماء الكبراء الذي يجدون كثيرا خلاف الاستعمار في الهند. قد سمعنا كثيرا وتقررت أسماعنا بسماع كلام بعض الهندوسيين الإرهابيين. لا شيء للمسلمين في الهند، لأنهم هاجروا إلى باكستان، لأن هذا الكلام باطل، لأن كثيرا من العلماء العلماء المسلمين كانوا يشتركون في الحرب الاستقلالية الهندية. وكذلك سمعنا كثيرا وتقررت أسماعنا بسماع حركات العلماء العلماء خلاف الاستعمار في الهند. وعلينا أن نعرف مساهماتهم مثل زين الدين المخطوم الثاني الذي حرر جمهور المسلمين خلاف المستعمرين في الهند، وأنكر زين الدين المخطوم الثاني استعمارا في أجزاء الهند، وعمر القاضي البلوكوتي الذي منع من عطاء الجزية للبريطاني هم الظالمون. عندما طلب البريطاني الجزية قضاء الجزية من أهل الهند وقال في دين كذهب ونشيد ورشيد لا جزية لأهل الله. عن ابي المنفرمي ومالك قلة أحمد وسليم رحمهم الباري هما أثبت إقدامهما للبريطانيين. إخوة الإيمان، وقد نعرف وقد يعيش في قلبنا الآن حملة الخلافة المستعمرين في الهند، ومما يعد قيادة عالم سريان خلاف البريطانيين، والتاريخ يجبع إثرا وإثرا وتجرى وتجرى ولا ينكره إلا من يغمض العين. يا معاشر المسلمين، أنسيتم الشجاعة محمد علي جوهر وشهدة علي جوهر وأم المار فاطمة بيغم يجدون كثيرا وأفضوا عيوشهم لسلامة الهند، وأفضوا عيوشهم لسلامة الهند لحل عقدة الهند من البريطانيين. ويا أهل الهند، قد اشتغلت أفكارنا عن كثرة مراكز الشرطة. هناك مسلمون شجعون الذين يجدون كثيرا انتفاعا